نذهب الآن مباشرة وينضم إلينا محلل الأسواق المالية في إيكوتي جروب الأستاذ سركيس نزار للحديث أيضا عن تطورات العملات الأجنبية والتحركات في أسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. إذا يعني خلال تعاملات الأسبوع الماضي لاحظنا العديد من البيانات الاقتصادية التي أثرت على الأجواء في أسواق العملات، ماذا عن هذا الأسبوع تحديدا في ظل الهبوط الحاصل في أداء مؤشر الدولار من أعلى مستوياته منذ 20 عاما؟ صباح الخير. بالفعل شهدنا العديد من البيانات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي، وشهد الدولار الأمريكي بعض الانخفاض مقابل سلة من العملات الرئيسية. المتداولون في الأسواق المالية الآن أصبحوا يتحدثون عن موضوع جديد مهم، وهو موضوع هل سيتجاوب الفيدرالي الأمريكي للانخفاضات الكبيرة التي حصلت في أسواق الأسهم، حيث أن الفيدرالي الأمريكي أوقف في عام 2019 أو بداية عام 2019 سلسلة رفعه للفائدة بعد انخفاض أسواق الأسهم الأمريكية بشكل قوي شهر كانون الأول من عام 2018. ويعتقد المتداولون بأن الفيدرالي الأمريكي لو استمرت مؤشرات الأسهم بالانخفاض ربما سيراجع خطواته برفع الفائدة، رغم أن التوقعات ما زالت تشير إلى احتمالية كبيرة لرفع الفائدة الشهر المقبل بواقع 50 نقطة أساس، لكن الانخفاض الذي وصف بانخفاض هائل في مؤشرات الأسهم الأمريكية استدعى البعض لأن يعود لعام 2019 وما فعله الفيدرالي عندما تدخل لإيقاف انخفاض مؤشرات الأسهم، وهذا تحديدا ما سيبحث عنه المتداولون هذا الأسبوع بعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي ننتظر صدوره يوم الأربعاء المقبل، خصوصا وأن محضر الاجتماع سيصدر بعد قراءة الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن تظهر انكماش أكبر اقتصاد في العالم بنحو 1.3%. سيبحث المتداولون عن أي إشارة أو أي ذكر للفيدرالي الأمريكي عن رقابته لأسواق الأصول والأسهم، وإن حصل ذلك فربما سيبدأ المتداولون بتقليص مقدار رفع الفائدة ليس الشهر المقبل لكن على مدى هذه السنة، طبعا قبل أن تصدر بيانات التضخم بحسب مؤشر كور بي سي اي يوم الجمعة المقبل، والتي من المتوقع أن تظهر استمرار بقاء التضخم في معدلات مرتفعة جدا. نعم، يعني سركيس في ظل هذه البيانات أيضا لاحظنا يعني المحاولة لأداء الين الياباني وهو كملاذ آمن وتصريحات واضحة من رئيس الوزراء الياباني حول إمكانية دعم الين الياباني، هل نتوقع في ظل هذه المعطيات أن ينجو أو نستطيع أن القول بأن يرتفع أسعار الين الياباني مقابل الدولار؟ بالفعل ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع الين الياباني إلى 127 ين للدولار الأمريكي الواحد مبتعدا عن أدنى مستوياته منذ عقدين من الزمن. ليس فقط الين الياباني الذي شهد طلب كمالات آمن، بل أيضا الفرنك السويسري لاحظنا بأنه ارتفع أمام الدولار على مدى الأسبوع الماضي بشكل ملموس. فعملات الملاذ الآمن غير الدولار الأمريكي أصبحت الآن تجد بعض الطلب، خصوصا بعدما تراجعت عوائد السندات الأمريكية عن أعلى مستوياتها المتحققة هذه السنة. هذا ما خفف من قوة الدولار الأمريكي ودعم عملات الملاذ الآمن، وبالفعل يبدو بأن الين الياباني يتوجه لمزيد من الارتفاع، خصوصا وأن الين الياباني معروف بأنه عملة تزويد في المتاجرة بالعائد، وعندما تنخفض مؤشرات الأسهم تنخفض أسعار الأصول. هنا نجد بأن الين الياباني يستفيد من ذلك ويشهد بعض الارتفاع بطبيعته كأنه عملة من العملات الرئيسية في آسيا التي تشهد طلب. نعم. عندما تسود حالة من القلق في الأسواق المالية. نعم، إذن كنت معنا المحلل في الأسواق، محلل الأول في أسواق المالية في إيكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، كنت معنا بالحديث عن تطورات العملات الأجنبية.